مساء الخير حورية فرغلي. مساء الخير. مساء الفل. منوراني النهارده في انا وانا. ميرسي يا سمر. يعني بشكل خاص الحقيقه انا مبسوطه قوي ان انت ضيفتي النهارده. انا مبسوطه جدا، دي كمان لاول مره ابقى معاكي. الفقره الاولى انا والعالم، هعرض لك اخبار من مصر والعالم واشوفك بقى انت متابعه ولا مش متابعه، ونتناقش في كل خبر مع بعض. أوكي. ايه رايك نشوف الخبر الاول؟ ماشي. يلا اتفضلي. أوكسفام، 1% من أثرى أغنياء العالم بيمتلكون 82% من ثروات العالم. تعليقك إيه على الخبر زي ده؟ أثرى أغنياء العالم بيمتلكون، أنا متهيألي أثرى أغنياء العالم ده برنس بروناي، هو مش أثرى أغنياء العالم. الخبر معناه بيقول إن 1% من سكان العالم عندهم 82% من ثروة العالم. بجد؟ اه. دي منظمة بريطانية هي اللي قالت كده، غير حكومية طبعا. الحقيقة انا لا اعلم هذا الموضوع. هو انت مش لازم تعلمي، بس تعليقك ايه لما تسمعي؟ ازعل. تزعلي ليه بقى؟ لان انا جاية من بلد الفقر فيها كتير وناس غلابة كتير فازعل، ما بقاش مبسوطة. طب انت عموما مع غلق المواقع والفيسبوك مثلا تويتر، انت مع الحاجات دي ولا لا؟ والله بصي، انا كنت مع الحاجات دي لغايه من 4 سنين تقريبا، وانا عندي هاكر هي هاكت ماي ايباد، سوري ماي اي كلاود، ماي فيسبوك، تويتر، انستغرام، حاولت كل حاجه. يعني انا لغايه دلوقتي الفيسبوك بتاعي الشخصي انا مش عارفه ادخله بقالي 4 سنين علشان فيها ما عرفتيش ترجعي. ما عرفتش، انا رحت بلغت، حتى بعد ما بلغت قالوا لي لو لقيتوه النبي قولوا له علشان يشتغل معانا من كتر ما هو شاطر. فابتديت الموضوع ده ابتدى يخلى فيه هاكرز ممكن يدخلوا حياتك ويبوظوها لك. فانا ابتديت ابعدت ده شويه، يعني من الشخص، من الحاله الشخصيه اللي انا مريت بيها بقالي 4 سنين. فبقيت ضد ده. طب انت لو لقيتي قرار الصبح بمنع الفيسبوك هتكوني مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ هكون مبسوطه. هتبقي مبسوطه. طب انت بالنسبه لك المساوئ اكتر من المميزات؟ بالنسبه لي يعني انا ما عنديش، يعني اقول لك ايه، ما عنديش تاريخ حلو مع الحاجات دي علشان اقدر اقول لك. السوشيال ميديا بشكل عام، السوشيال ميديا كانت معايا مش ظريفه فترات طويله. طبعا انت عارفه الكلام عني طبعا. بس انا ضدها، بقيت ضدها للاسف، هم خلوني ابقى ضدها. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل. دي فقرة أنا وأنا، هنتكلم بقى على حورية بشكل أعمق، يعني عايزة أعرف عيلتك، لمتك، صحابك، وأهم حاجة أنتي. موافقة؟ موافقة. طيب، عرفنا أن أسوأ موقف أو أصعب موقف ممكن تتحطي فيه أن أنتي حد يخيرك بين حاجتين، صح الكلام ده ولا لا؟ بس ما حصلش. ما حصلش، يعني ما فيش اختيار اتحطيتي فيه واضطريتي ان انت تختاري ما بينهم وندمتي عليه؟ لا، ما حصلش ان اتحطيت في موقف زي ده وكان لازم اختار وندمت عليه. انا كلمني شكرا، كنت مخطوبه وخطيبي اداني الدبله ومشي، يعني ما ادانيش فرصه ان انا اقول له طب مش هبطل. بعد ما شاف الفيلم في العرض الخاص. استقبلتي الموقف ده ازاي؟ هو ما ادانيش فرصه. استقبلتيه؟ يعني انت اخدت الدبله؟ اخدت الدبله. طب ليه عمل كده؟ عشان مشهد الكمبيوتر. وهو ما كانش شايف مشهد الكمبيوتر، فحسيت انه باعني بمنتهى السهوله، من غير كلام، من غير اي توضيح، من غير اي نقعد نتكلم مع بعض. لا، هو اداني الدبله، يعني انا للدرجه دي رخيصه، للدرجه دي سهله انك تسيبني كده؟ طب اتصرفتي بعدها ازاي؟ عملتي ولا ايه؟ حاجه؟ دخلت كلمتيه ولا ما كلمتيهوش ولا لا؟ لا لا، هو ولا كلمني ولا انا كلمته ولا حاجه.
خالص؟ خالص لحد النهاردة؟ النهاردة اتجوز وخلف وعايش حياته وكل حاجة. انتي او انا سمعت ان انتي برج العذراء ما بتحبيهوش في الرجاله، هو كان برج العذراء؟ ايوه. عشان كده انتي قلتي ما بتحبوش برج العذراء. انا اول راجل اساله برجك ايه قبل اسمه، لو قال لي عذراء الف وارجع. طيب انتي عشتي في الامارات فتره؟ طول عمري. طول عمرك كنتي ما بين مصر وما بين الامارات؟ لا، ولا كنت بين الامارات وبين لندن. كنت بطلة الوطن العربي في الفروسية، كنت بطلة الإمارات في الفروسية، كنا بنتمرن في إنجلترا، فعشان كده كان طول حياتي 6 أشهر في دبي 6 أشهر في لندن. بعدين كنت مخطوبة، خطيبي مات قبل فرحي بيوم، فجيت مصر 2002. أنا فاكرة اليوم 6/6/2002 جيت مصر. ومن ساعتها قاعدة مقيمة في مصر. دخلت ميس إيجيبت، كسبت ميس إيجيبت، نزلت عن ميس إيجيبت، اتجوزت. علشان خطيب تاني؟ لا، عشان الكلام اللي كان بيتقال، مع المسابقه كانت متهاجمه بزياده يعني. وانا كنت في منتخب مصر كمان، فتنزلت عن ميس ايجيبت، اتجوزت فتره قليله جدا. في مصر؟ في مصر. مصري الجنسيه؟ مصري الجنسيه. انفصلت عنه فتره قليله جدا. فضلت في الفروسية فروسية 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 لغاية ما وقعت الوقعة الشهيرة اللي سبب مناخيري فيها. وقعت وقعة هبلة جدا، كنت بفسح الحصان، جت قطتين بتخانقوا فخاف، فنط جنبز في الهواء، نزلت على وشي في الأرض، وهو لما نزل الحدوة زحلقته راح واقع فوقيا، جالي ديسك ومناخيري اتكسرت. رحت للدكتور علشان يعمل لي عشان يصلحها لي، بوظ لي التنفس. رحت لأنف وأذن علشان أعرف أتنفس، بوظ لي شكلها. رحت لدكتور تجميل عشان أعرف أظبطها تاني، بوظ لي، مفيش ريحة ولا طعم. فضلت في الموضوع ده لغاية النهاردة. وكلام كتير بتسمعيه وكلام كتير متشوه ومش تشوه، وتجميل ومش تجميل، وهم لو يعلموا الآلام المبرحة، ولو يعلموا كم أنا تدهورت نفسيا بسبب العمليات. انا عامله بتاع 7 عمليات في مناخيري في اخر 2 3 سنين. هما بيقولوا تجميل تجميل تجميل، فدي من الحاجات اللي كانت بتموتني. وتشوه وتشوهت، وبصوا شكلها بقى عامل ازاي، وانا اجمل نفسي ليه؟ هجمل نفسي ليه؟ كنت ملكة جمال مصر 2002، هجمل نفسي ليه؟ وطلعت في برامج كتير وقلت ده يا جماعه مش سهل. واتكلمتي في الموضوعات دي كتير، بس يمكن الناس دايما بتقرا حاجات وبتسمع حاجات غير الحقيقه. بس غير عارفه لما حد يقول لك انت قاميه، انت بقيتي بشعه، اقعدي في بيتكم بقى. يعني كلام جارح بالمنظر ده. استقبليه ازاي يا حوريه؟ عملت ستس على الفيسبوك وسالت جمهوري اللي بيحبني. لو انا وشي او 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 شكلي مضايقكم قوي الدرجه دي، انا ممكن اتنازل عن التمثيل. لقيت الناس كلها لا، احنا بنحبك عشان فنك، احنا بنحبك عشان انت موهوبه، احنا بنحبك عشان انت تمثيلك هايل. كلهم كانوا معايا، فقلت خلاص اللي مش عاجبه شكلي ما يتفرجش عليا. واللي عمال يقول عليا تجميل بقول يعني يا رب يا رب يديله اللي عندي عشان يحس بيا. بس انت جميله وروحك جميله وزي القمر. ربنا يخليك. وانا عرفت ان انت في عمليه هتدخلي تعمليها قريب وكل حاجه هتبقى تمام بعدها. هو انا عايز اقول لك ان العمليه بتاعه الرحم دي اتعملت خلاص، وانا زي الفل، فيهاش اي حاجه. و ده استئصال الرحم، ده اللي انت عملتيه قريب. عملتها خلاص. دي واضطريتي ان انت تشيلي الرحم لاسباب صحيه، اورام ليفيه مش سرطان زي ما قالوا. والحمد لله انا زي الفل، ما فيش اي حاجه، وفاضل بس عمليه اخيره لمناخيري. دي اللي انت هتعمليها؟ دي اللي انا هعملها قريب ان شاء الله. والمفروض النتيجه بعد العمليه دي، المفروض خلاص. دي هتعمليها فين؟ هنا في مصر في بلدي، والدكتور ياسر البدوي هو اللي هيعملها لي. وطمنك وقال لك ان هترجعي بعدها؟ انا واثقه فيه جدا، واثقه. اخيرا هعمل عمليه في بلدي في دكتور من مصري يبقى معايا بقى. يعني انا واثقه فيه جدا.
يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده مخصوص لانك انت كنت حابه ان انت توضحي للجمهور الاسباب الصحيه اللي عندك، اللي الناس كتير بتسمع فيها مغالطات كتير سواء بيسمعوها او بيقروها. فانت قلتي لي ان انا حابه ان انا اتكلم بالتفصيل في الموضوعات دي علشان الناس يكون عندهم ردود واضحه مني. ايوه مظبوط مظبوط. كنت بتمري بحاله نفسيه سيئه؟ عندك حاله اكتئاب مثلا؟ يعني ناس عماله تشتم فيا، تقول اقعدي في البيت بقى، انت بقيتي مشوهه، كلام صعب جدا. ففعلا كنت عايزه اموت. طب دلوقتي لو انا سالتك نفس السؤال اللي هند سالته لك، ردك هيكون ايه؟ عايزه ابقى في بلاتو تمثلي. في اقتباس من الكتاب المقدس بيقول: لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. كنت تتمني ان ربنا ما يدخلكيش في تجارب كتير مريتي بيها صعبه؟ بالعكس، انا كان لازم ادخل التجارب دي لان انا كنت يعني في منتهى البراءه. انا ما جيت من دبي، يعني ميكروباص مره زنق عليا قلت له يا نوتي. يعني البراءه كان زياده عن اللزوم. انا كان لازم امر بكل ده عشان اعرف اتعامل مع البشر، عشان اعرف اتعامل مع المجال اللي انا فيه. فطبعا الحمد لله على كل حاجه، والحمد لله ان انا مريت بالتجارب دي، لان التجارب دي علمتني كتير في الحياه. هتلاقيني مختلفه، انا بقيت حريه مختلفه. يعني عفويتك وبراءتك وقعتك في مشاكل كتير. بالظبط. حريه موجوده، عفويتها موجوده، وبراءتها هتفضل موجوده، بس مش هتطلع غير للناس اللي تستاهله. وانت بتحميها. ايوه بالظبط. مش هتطلع لاي حد. يعني انت مش حاسه ان روحك كان ليها تاريخ قبل كده؟ يمكن، ما اعرفش، بس انا عايزه اروح هناك. ما ساعدتيش ان انت تشوفي مين عمل لك تفكي العمل ده؟ مش عايزه اعرف، صدقيني مش عايزه اعرف. وما احبش اعرف، ومنه لله بس. طيب، معروف وصرحتي اكتر من مره انك بتصرفي على نفسك من وانت عندك 12 سنه، الكلام ده مظبوط؟ ايوه. طيب، ايه مصدر دخل طفله عندها 12 سنه؟ ممكن يكون مصدر الدخل منين؟ منتخب، مش كنت في منتخب الامارات للناشئين. ليا مرتب كل شهر يخليكي تصرفي على نفسك؟ طبعا. ده وظيفه. انت واحده من المنتخب ده، ودي وظيفه بتاخدي عليها مرتب، بتاخدي عليها فلوس، بتاخدي عليها جوائز، بتاخدي عليها نقط، بتاخدي عليها مراكز يعني. طب والدك والدتك فين؟ بابي في الكويت ومامي في البيت. بابي جراح وعايش طول عمره في الكويت، ومامي في البيت. طيب، بس والدك بيصرف عليكي؟ طبعا. بس انت كنتي بتقوليها من باب ان انت مبسوطه ان انت من وانت عندك 12 سنه مسؤوله وبتصرفي على نفسك. ان انت في فلوس بتدخليها. يعني احساس جميل ان انا بعمل حاجه كده، يعني اشتري لنفسي لعبه، اشتري لنفسي حاجه، اشتري لنفسي حاجه هما مش عايزين يجيبوها لي فاجيبها انا، يعني حاجات كده. طب بما انك بتقولي كده، ليه قلتي ان انت عشتي طفوله سيئه؟ لان بابي ومامي متطلقين، وهم وانا عندي 48 ساعه. فعمري ما شفتهم يعني مع بعض. يعني اول ما اتولدتي؟ يعني عمري ما شفتهم مع بعض. فطفولتي ما كانتش جميله. ايه اللي اثر على حياتك بسبب الموضوع ده؟ الوحده. أنا وحيدة، لأن بابي مش معايا ومامي مش معايا. كل واحد ليه حياته، فأنا أثر عليا بالوحدة. بس كان نفسي أعمل لنفسي أنا عيلة، بس ما حصلش. طب لسه قدامك وقت يا حورية إن أنت تعملي عيلة. ليه يأسة وليه بتقولي؟ لا أبدا، مش يأسة ولا أي حاجة. في وقت، أنت لسه صغيرة وفي وقت كبير ممكن تعملي عيلة، صح؟ الله اعلم. ان شاء الله. 41 سنه مش عارفه بقى. لا، هتعملي ان شاء الله. ان شاء الله. اعملها امتى دي؟ لا ان شاء الله. تعالي، في سكرين شوت عايزاكي تشوفيه. اوكي.
ممكن تقري؟ حورية فرغلي، أنا من البيت للكباري أعمل إيه تاني عشان أتجوز؟ اشرحي لي بقى العنوان ده. أنا قلت، أنا عمري ما قلت كده. ده متفبرك؟ نقدر نقول؟ أنا عمري ما قلت، أنا دايما من استوديو للبيت ومن البيت للاستوديو. كباري؟ هم يمكن يقصدوا كده. طب والنبي يعني، طب شوفي أنت الصحافة إيه؟ قريتيه قبل كده؟ لا ما قريتيهوش. طب لما بتشوفي مانشيتات زي كده على لسانك يعني، ولا على لساني؟ بدخل من هنا وطلع، ما بتهتميش، بطلع في برنامج زي عندك كده وبقول لا انا ما قلتش ده. طيب اتقال وانتي صغيره اتجوزتي احد افراد الاسره الحاكمه في دوله الامارات العربيه الشقيقه، ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ لا ما اتجوزتش لانه مات. ده اللي كنت مخطوبه له، مات. هو ده الشاب اللي انت كنت هتتجوزي وتوفى قبل الفرح بيه، يعني الـ المعلومه دي حقيقيه بس ما كملتش. ما حصلش. ما حصلش. هو توفى ازاي؟ حادثه عربيه. حادثه عربيه. طيب نروح في حته تانية بقى علشان نغير المود. الابراج بقى اللي انت ممكن تتجوزي منها الفتره الجايه، القوس، اللي هم اللي انت عايزاهم يقولوا لك بيحبوكي كل خمس دقائق، لان انا عرفت ان انت بتقولي انا عايزه اتجوز واحد يقول لي انا بحبك كل خمس دقائق. انا بحب الحب قوي يا سمر. بس هيقول لك كل خمس دقائق مين بيقول كل خمس دقائق؟ بحب قوي قوي الحب، بحب الرومانسيه جدا. بحب قوي 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 واحد يقول لي بحبك بحبك، يا سلام. طول الوقت؟ طول الوقت يقول لك انا بحبك. طول الوقت، ما عنديش مشكله. طب ده انت هتلاقيه فين ده؟ في الجنه بقى. مش عارفه. قلت اضحكك شويه. طيب ايه الابراج اللي انت حابه تتجوزي منها؟ سرطان، قوس. دي ابراج معينه يعني ولا اي حاجه ما عدا الميزان، ما عدا العذراء؟ انت ميزان. انا ميزان. انت ميزان. انا سالتك، انا جربت العذراء ما ينفعش. اخويا قوس فحنين، حنيه غير طبيعيه. واشوفه مع مراته بيعمل ايه، فاتمنى اتجوز حد زيه. اللي توفى كان سرطان، ف برضه نفس الحكايه. فنفسي في الاثنين دول اللي انا جربتهم، ما اعرفش الباقي بقى ايه. انت عندك اخوات قد ايه يا حورية؟ عندي اخ اكبر مني شقيق، عندي اخت من امي، وابو اخ واخت من ابويا. يعني انتوا اربعه، انتوا خمسه بس احنا مش قريبين يعني، انا واخويا شقيقي بس. قريبين جدا. لكن مش علاقه وطيده بقى بينك وبين اخواتك التانية؟ لا، اللي من بابي لا. بس اللي من مامي. اختي اللي من مامي متجوزه ومخلفه وعايشه في قطر. وانا عرفت ان اخوكي طيار. طيار مظبوط. يمكن ده عشان كده انت حاسه ان انت وحيده اكتر، لانه على طول بيسافر. لانه كان في السعوديه، وكان بعد كده دفت في دبي، بعد كده امريكا، فمش عايش معايا. خدتي ملكه جمال مصر 2002. ده 2002 زمان. كانت حلوه قوي. طيب دلوقتي في شروط اتغيرت عن زمان، مظبوط؟ زي دلوقتي مثلا بيقولوا عدم ارتداء المايو. ما ده غلط، انا كنت عضوه لجنه التحكيم وكنت رافضه ده. ليه؟ لانها لو طلعت ميس يونيفرس لازم هتلبس مايو، غصب عنها هتلبس مايو. لو عايزه تبقى ملكه جمال مصر بس ما تروحش ميس يونيفرس، خلاص. بس هي هتلبس في ميس يونيفرس دو بياس كمان، مش وان بيس. فانت شايفه ان القرار ده غلط؟ طبعا. طب ايه الشروط الثانيه اللي انت شايفاها غلط من وجهه نظري؟ هي ما فيش شروط تانية غير ان هو قالوا مش عايزين نلبس اول حاجه لازم تكون بتكلم عربي. ما تقعدش بليز سوري اي كانت اندرستاند كان يو سي ات ان انجلش ولا مش عارفه ايه، زي ما بنات بكثير دلوقتي بيعملوا كده. لغتك دي اهم حاجه تتكلمي بيها، حتى لو اتسالتي في مترجم ليكي في ميس يونيفرس، في ميس يونيفرس ممكن يترجم لك، يعني اعتزي بعربيتك وبلدك. دي من اهم الحاجات. مش عيب ان الواحد يتكلم عربي، حتى لو انت بتتكلمي فرنش وانجلش وبيرفكت نو بروبلم، بس يعني عززي عربيتك ومصريتك.
ده بس اللي انا بتهيالي اللي ما عجبنيش، ان هما بيتكلموا انجلش وما بيفهموش العربي كويس. يعني العادي الناس فاهم تاكل شوكليت ايس كريم لا بسبوسه، لا انا بقى الموضوع قلب معايا الناحيه الثانيه ورباب دي بس ده مش كويس للمعده بيقولوا كمان. والله رحت للدكتور قال لي ده زي الوحم. الخل الابيض ده ولا خل التفاح؟ طيب لا خل الابيض، الابيض الابيض الابيض. طيب ندخل على ملك بقى، نسيب الخل وندخل على ملك. علاقتك بيها ازاي؟ My best friend. قد ايه هي؟ عندها هتكمل 20 سنة خلاص. صاحبتي وحبيبتي وبنتي واختي وبنت اخويا وكل حاجة ليا في الدنيا، وبنتي كمان. ربنا يخليكم لبعض. هي بتدرس طب دلوقتي في انجلترا. بس وشبهي جدا. وأحلى حاجة في الدنيا بالنسبة لي هي. ربنا يخليكم لبعض. شايفة أن أدائك التمثيلي اتطور ولا لسه عند مرحلة ورشة مروة جبريل مثلا؟ لا بتهيألي اتطور. اتطور كتير. بتهيألي اتطور كتير. بيتهيألك؟ بتهيألي. ولا أنت شايفة أن أنت رحتي في منطقة تانية؟ أنا شايفة من النقاد، أنا شايفة من النقاد وشايفة من الناس من الجمهور من جوايز، يعني بتهيألي يعني ان انا ماشيه خطوات ثابته الحمد لله. طب لو قلت لك كده، انت صريحه جدا بتقولي لي ان انت صريحه جدا، لو قلت لك مين حواليكي انت شايفاه نجم او نجمه بس مش ممثلين كويسين، تقدري تقولي نجمه او نجمه بس مش ممثلين كويسين؟ من وجهه نظرك الشخصيه، يعني شايفه عندهم نجوميه او الناس بتقول عليهم نجوم لكن هم تمثيلهم مش المستوى المطلوب؟ بصراحة هما كتير، يعني كتير هما كتير كتير يعني، بس من غير أسامي. أنت عايزاني أقول أسامي؟ يا ريت، أنا عايزة أعرف رأيك الشخصي، لو أنت هتقدري تقولي أسماء قولي. لا في ناس، في ناس شايفين نفسهم نجوم وهم ما مش عاملين حاجة أصلا. زي مين؟ دي رسالة هوجهها مش قصدي. قولي قولي. لياسمين صبري هقول لها انت يو هاف ذا لوك، يو هاف ذا بودي، البروباغندا كتير، حاولي تشغلي نفسك بدل البروباغندا دي في اعمالك. يعني انا دلوقتي عايزه اكتب اسمك، عايزه اشوف اعمال، عايزه اشوف، عايزه اشوف اعمال عملتيها. مش فيلم واحد او مسلسل واحد، انا عايزه اشوف حاجات عملتيها، مش بروباغندا على 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 ايه. قولي لي على ايه. هي النجوميه عباره عن ايه؟ مش جسم حلو وانت مش موديل، انت ممثله. يعني ممكن تطلعي من غير ميك اب، ممكن تطلعي تخينه، ممكن تطلعي رفيعه، ممكن تطلعي بتقدمي شخصيه، يعني كرييت ا كاركتر. ف دي يعني من الناس اللي انا بشوف ان هي لازم تشتغل اكتر عشان يتقال عليها نجمه. مين تاني؟ لا كفايه عليكي كده. طيب كلميني على دور الفتاه الشعبيه، انت اجدتيه الحمد لله وقدمتي كذا دور الحمد لله. من وجهه نظرك شايفه ان انت ابدعتي بقى في الادوار الشعبيه؟ والله ده استاذ وحيد حامد هو قال لي كده. يعني استاذ وحيد حامد قال لي انت من اشطر الناس اللي بتعمل الدور الشعبي صح، رغم ان خلفيتك الاجتماعيه مختلفه تماما. بحس ان انا بمثل فعلا. عملتيه ازاي؟ اجدتيه كده ازاي؟ ده من الناس اللي في الشارع، بتفرج في الشارع، بشوف الناس بتتعامل ازاي وتعلمت. فلما الاستاذ وحيد حامد يقول لي كده فبسط. طب انت بتستمتعي اكتر في الادوار الشعبيه؟ لانها بعيده عني تماما، فبتحسي ان انت بتعمليها بشكل مختلف. بعيدة عني يعني عن جلدي تماما. ما هو ده اللي الأستاذ رامي بيقوله، إن أنت خلفيتك الاجتماعية زي ما إحنا ما بنقول مختلفة تماما عن الأدوار الشعبية. بحاول إن أنا أبقى شعبية. طب أنت بتحضري له إزاي؟ لو عندك مثلا دور فتاة شعبية بتبدأي تحضري له إزاي؟ بتعملي إيه؟ بذاكر كويس جدا. إزاي بقى؟ بتفرج على أفلام كتير جدا جدا جدا. بمشي في الشوارع كتير. تروحي مناطق معينة؟ بروح مناطق، بنزل وكالة، يعني بشوف الناس
تكلمي معاهم تشوفي بيتكلموا ازاي، بسمعهم بيتكلموا ازاي، وبعدين بعمل بروفاتي بقى مع مخرجي. بس طيب ايه الجديد اللي هتعمليه في السينما؟ لا لسه استنى بس ما يطل اصنعي يهدى بعدين نفكر في السينما تاني. في بالك حاجه معينه؟ اه لو قلنا حورية فرغلي، ممثله سينمائيه اكتر ولا تلفزيونيه اكتر؟ الاثنين. الاثنين؟ طب بتحبي انهي اكتر؟ لا السينما. السينما اكتر. رجعنا من بعد الفاصل، ودي اخر فقره في انا وانا، انا والاخرون. عرفنا ان في صديقه بالنسبه لك او كانت من اقرب الاصدقاء ليكي خانتك. ايوه حصل؟ حصل. ايه اللي حصل بقى؟ اولا هي من بره الوسط ولا من جوه من الوسط؟ من بره. بره الوسط. من بره الوسط. ولا حاجة، حصل خيانة وإفشاء أسرار، كذب، تلفيق كلام ما حصلش، غيرة، حقد، ظهر فجأة بعد حاجة 20 سنة صداقة. اكتشفتي ازاي فجأة؟ سمعت بوداني وهي بتكلم حد، سمعت بوداني كلامها عني. واجهتيها؟ واجهتها. بعدين؟ اعتذرت بس خلاص مفيش ثقة، الثقة راحت. انتي قلت لها مش عايزة اعرفك تاني؟ اه خلاص. يعني كل واحد في حاله بقى، ربنا معاها. ايه العلاقة دي أثرت عليكي؟ صدمتني في الناس. اه ده اللي أيه. انا كنت هقوله لك، صدمتني. هل ثقتك بقت مهزوزه في الناس؟ بقت مهزوزه. لان كان فتره طويله قوي كنت فاكراها ظهري، كنت فاكراها الصدر الحنين اللي انا ممكن صاحبتي بقى. بس لا لا. طب انت ما عندكيش اصدقاء تانيين؟ عندي نونيا. نونيا صاحبتي جدا. رباب، وواحدة تانية اسمها ريم في ساعة عايشة في تونس، وكل الناس اللي بيشتغلوا معايا صحابي. طب مين في الوسط أصدقاء حورية؟ لبلبة، نونيا. اه انتي كنتي تقصدي على نونيا. ايوه لبلبة. مقربة قوي ليكي جدا جدا. مفيش حد تاني؟ لا. طب انتي ليه مالكيش أصدقاء كتير من الوسط؟ انت اتكلمتي في النقطه دي قبل كده، ليه؟ ما اعرفش. هم يعني الشغل بيخلص ما بيكلمونيش، ما بيحصلش التواصل، ما بيتعزمش على حاجه. لا على فرح ولا على عيد ميلاد ولا على اي حاجه، ما اعرفش. بس اللبلبه هي اللي بتكلمني على طول وبتسال على ايه وانا بسال عليها، وبعتبرها مثلي الاعلى وصاحبتي وكل حاجه. طب ما يمكن التقصير منك، انك انت اللي مقصره. بالعكس انا عمري كنت تكوني مش اجتماعيه مثلا. بالعكس. ازاي؟ بالعكس جدا. انا بالعكس اهلا، يعني لو اي حد كلمني يا سلام، يعني ما عنديش اي مشكله خالص. طب ما تبدري انت، يعني انت عزمي بما انك بتقولي مش بتعزم ومش صدقيني يعني لا بدرت، بس ما بيحصلش. ما بيردوش. طب حاولتي مع مين وبعد كده؟ لا كتير، كل اللي اشتغلت معاهم تقريبا كلهم. انت بتحبي الحيوانات جدا، مرتبطه بيهم جدا 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 جدا. طيب ردي بقى على رباب. خيلي طبعا حياتي معاهم، وانا عندي 9 سنين. كلابي نفس الحكايه. انا عرفت ان انت عندك 5 كلاب في البيت. شواواز. والحصان عندك كم حصان؟ الحصان عندي بريدنج ستيبل. ده انت نسل بقى وحاجات كده. أيوه. انت بتجري في الخيل؟ ايوه. يعني بتشتغلي في الموضوع. عشان بس يبقى انا عضو اتحاد الفروسية مصر، بس دلوقتي ما اقدرش اشارك باسم مصر عشان الديسك اللي عندي. وعشان ان انا في الاتحاد. فخليت كله بقى بزنس. يعني انت علاقتك بالحيوانات قويه جدا 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 جدا. أقوى من البني آدمين نقدر نقول؟ بكتير بكتير؟ بكتير. أنتِ بتأكدي كل الإشاعات على الوسط الفني؟ مش بأكد، ما هو ده الحقيقة. دي الحقيقة؟
انت ايه رايك؟ لا انا بسالك رايك انت. تمام بسالك انا كمان. لا انت الممثله هنا. انا مش ممثله. لا هو فعلا في 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 بعض يعني انا بشوف في نميمه كتير بيتكلموا على بعض كتير قدامك بوش من وراكي بوش. ممكن تبقى عامله صاحبتك من وراكي بتتكلم عليكي مش كويس، تخسف دورك، ده بيحصل، ده حقيقي بيحصل. أسوأ موقف اتعرضتي له في الوسط الفني ومن مين كمان؟ أسوأ موقف تعرضت له في الوسط الفني؟ صدقيني ما مرش عليا لغاية دلوقتي. ما مرش إيه؟ أسوأ. أنت عمالة بتتكلمي مع الأستاذ عمرو الليثي. أيوة كتير. أنا بشوف الناس بشوفهم بيتكلموا مع بعض. بتشوفيهم بس انت ما مريتيش بده؟ لا ما مريتش. ما يعني ما فيش حاجه. اول ما بيكلمونيش. طب ما انت بتقولي ان اتسرق منك دور في سجن الناس. اه مظبوط. ايوه اه. طب مين اللي سرق الدور؟ ما انا ما اعرفش مين اللي اختار البني ادمه دي. يعني ما انا ما اعرفش. كنت هتاخدي دور مين؟ كنت هلعب دور من الادوار بقى الثلاثه خالص. زي مين؟ دور مين؟ خلاص بقى كل مصر عارفه. طيب انا مش عارفه الحقيقه. كان دور دور. كان دور دور. طب ايه اللي اتنقل لك طيب اللي دور قالته في حقك وخلاكي ان انت؟ لا لا ما تقليش كده. انا كان بتقلي ان في ان انا في سجن النساء وبعد كده فجاه لقيت سجن النساء اتعمل واتصور ودور موجود. طب انت ليه قلتي قبل كده ان انا ودره مستحيل نبقى اصدقاء؟ لانها غلطت فيا. ايوه ايه اللي اتنقل لك بقى؟ مش اتنقل لي، غلطت فيكي. ايه اللي حصل طيب؟ يعني كنا بنصور مع بعض فيلم وحصل نقاش بيني وبينها وما كانتش ظريفه معايا فحصل زي خناقه بيني وبينها. اتخانقتوا مع بعض؟ اه. وخدتوا قرار ان انتوا ما ينفعش تبقوا اصدقاء بعد كده. الوسط الفني الفلوس بعدين بتتكلم عليا كتير مش كويس. بتتكلم عليكي كتير مش كويس. اه يعني الناس بلغتك؟ اه. بتقول ايه عليكي؟ لا بتتكلم عليا بان انا بلدي وان انا مش عارفه ايه وان انا مش ممثله شاطره وان انا يعني كلام مش كويس. طب انتي متاكده من الكلام ده؟ ما هو ممكن يكون الكلام ده مش حقيقي. اه متاكده منه. متأكدة منه؟ ما مش كل حاجات. أنت عارفة أن دايماً بيقولك من شتمك إلا ما بلغك؟ أنا سمعتها بوداني برضو؟ ده أنت على طول بتسمعي كل حاجة بودنك؟ أسمعها بوداني. طب اتصرفتي إزاي؟ ما أنا ما بصدقش إلا لما بسمع بوداني أو بشوف بعيني. طب أنت سمعتي إزاي بودانك؟ سمعت إزاي بوداني؟ كنا في مكان وكانت هي موجودة وقالت خلي حرية تنفعكم. واحد مصور بيقول لها ممكن صورة خلي حرية تنفعكم. في حفلة بتاعتي. في الحفلة حفلة ايه؟ فيلم الديكور. يعني معقولة هي هتكون في الحفلة بتاعتك وتتكلم؟ الصحفيين موجودين اللي هي قالت لهم الكلام ده يعني. وهم بلغوكي؟ لا انا كنت بتكلم في تليفون وهي طالعه وانا سمعتها شفتها. ازاي تقبلي تشتغلي مع ممثل قال على كل الادوار اللي انت قدمتيها بلح؟ يعني اي كلام يعني ملهاش معنى يعني قلل من تاريخك كله اللي انت قدمتيه. هو قال لي كده واحنا بنصور مع بعض. يعني هو قال لي كده وبطريقه هزار. حتى لو بهزار؟ اه طبعا اتضايقت وقعدت له وانت كمان كل اللي عملته قبل كده بلح. يعني كنا بنهزر مع بعض. بس طبعا هو قال لي كده بس فعلا طلع المسلسل بلح. مش اللي انا عملته قبل كده بلح. طيب تعالي بقى اوريكي سكرين شوت تاني. طيب يلا. حورية فرغلي متهمة بسرقة الفنان عادل امام. ليه؟ 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 ما قريتيش؟ لا. طيب انا هقراهولك. تواجه الفنانه حوريه فرغلي حاليا ازمه بسبب عدم موافقه هيئه الرقابه على المصنفات الفنيه على عرض فيلمها الجديد طلق صناعي، والسبب هو
كون فكرته مسروقة من فيلم الإرهاب والكباب لعادل إمام، خصوصاً أن العمل الجديد بيحمل الكثير من التشابه مع الفيلم الذي قام الزعيم ببطولته وحقق نجاح كبير وقت عرضه. أيوة قريتها طبعاً، غلط، لأن الفيلم ملوش علاقة بالإرهاب والكباب. كان في حد بيولد في الإرهاب والكباب وأنا أقول أنا معرفش. لا ملوش اي علاقه خالص. طب الرقابه كانت عايزه تمنع عرض الفيلم خالص؟ ما اعرفش الحقيقه، ما بنو ايديا. انا بخلص زي ما تعرفيش وانت شغاله في الفيلم طبيعي. مش شغلتي، مش شغلتي امثل واقول سلام عليكم واروح. طب الرقابه حذفت اهم ماستر سين في الفيلم؟ بالنسبه لي انا مش عارفه ليه. مش عارفه ليه؟ ما سالتيش ايه السبب؟ لا. طب المشهد كان ايه؟ كان المفروض ان حسين ضرب بالرصاص وانا بتكلم معاه وهو نايم على الارض، بس ما اعرفش ليه شالوه. ده اللي هو ماجد الكدواني. ايوه. فضولك ما خلاكيش تسالي ايه سبب ان هما يشيلوا المشهد ده؟ زي ما كل الناس بتقول بيعملوا لي كده. طب انت كنت بتقولي ايه في المشهد؟ كنت بقول له قوم قوم بقى، انا خلاص هولد هنا لو انت عايزني اولد هنا. الحبايه معايا انا ما رميتهاش، هاخدها يعني كده. كلام ما فيهوش اي حاجه. طب هما يمكن شافوا ان دي اهانه للوطن كونك ان انت مصره ان انت تولدي في السفاره الامريكيه؟ مش عارفه، ما خلاص بقى في التاسع وعلى اخري بقى يعني. طب انت ليكي راي في الناس اللي بيروحوا يولدوا في امريكا وكندا؟ بص يعني كان معايا الباسبور الإماراتي، بتنزلت عنه عشان جوازي المصري. الناس اللي بتروح تسافر برا دلوقتي ممكن يكون ده بيساعدهم إن ما عندهم باسبورات تانية. إنما إحنا برضو باسبورنا برضو غالي علينا برضو يعني. لا أكيد. أنا يعني أنا لو كانت عندي شانس إن أنا to have a baby كنت هاف a baby هنا طبعا. طيب في سكرين شوت تاني عايزاكي تشوفيه. إلغاء الجزئين الثالث والرابع من ساحرة الجنوب بسبب فتوى دينية في مصر. هو الحقيقة فتوى دينية في السعودية. في السعودية مش في مصر. شركة الإنتاج هي اللي لغتهم بناء عن الفتوى دي. ايه الفتوى طيب؟ ما اعرفش برضو ما اعرفش. ما بتساليش عن اي حاجه؟ لا ما اعرفش. من المفتي شخصيا. طيب سؤال مباشر. ايوه. مع ام ضد تدخل رجال الدين في منع او عرض الاعمال الفنيه؟ منع. مع ام ضد؟ ضد يعني مش لا ما تدخلوش. مع ام ضد؟ ضد يعني انت ضد ان هم يتدخلوا. ايوه. انا في ثلاث صور هعرضهم لك وعايزاكي تعلقي على كل صوره. اتفضلي. حبيبي نفسي اشتغل معاه استاذ محمود حميد. نفسي اشتغل معاه. طب ما اشتغلتيش ليه لحد دلوقتي؟ ما جاش الحظ. طيب الصوره الثانيه دي ايه؟ الملكه حتشبسوت. شخصيه اموت واعملها بجد. هموت واعملها. طب ده الهدف بقى والحلم او المشروع اللي انت نفسك تعمليه؟ طب نفسي. ممكن يتحقق؟ يا رب يتحقق يا رب ان شاء الله. طب بره مصر ولا جوه مصر؟ لا يبقى بره مصر. ليه؟ تكاليفه عاليه جدا. الصوره الثالثه ده وانا الشيخ علي جمعه وانا بحج. معايا صاحبتي منار، وجالي الحظ ان انا ادخل عند قبر الرسول في وشه على طول وهو كان موجود. وقابلت الدكتور علي جمعه. قابلت استاذ علي جمعه وطلبت منه اني اتصور معاه، بس هو اتهاجم جامد عشان اتصور معايا وانا اسفه جدا. كان رد فعلك ايه؟ زعلت انه اتهاجم عشان اتصور معايا. طب علقتي او صرحتي باي تصريح او قلتي اي حاجه؟ لا ما قلتش حاجه، سكت. هقول ايه؟ انت شايفه ان دايما المجتمع مش انسانه مسلمه، بشر زي اي حد تاني. ليه دايما
المجتمع بيبص نظرة معينة مع الفنانين أو عنده مشكلة مع الفنانين؟ عشان السمعة اللي طالعة علينا. ما هو ده اللي أنا بقوله لك، عشان السمعة اللي طالعة علينا. يعني ناس كتيرة مظلومة، ناس كتيرة قوي متاخدة في الرجلين. بس أنت نفسك بتتكلمي كلام بشكل سلبي على الوسط الفني. ما عشان بقول لك في كتير، فبالتالي أنت بتأكدي الكلام اللي بيطلع على الوسط الفني أو بتأكدي الصورة طب هو الكلام اللي بياخدوها على الوسط الفني ولا هو طالع من الأول؟ طب بس لما واحدة تبقى فنانة من الوسط الفني تتكلم هيتصدق أكتر أو هيتأكد أكتر. طب ما أنا بقول لك، ما الكلام ده اتقال واتقال قبلية، ومدام لبلبة نفسها مظلومة من يعني الأجيال بتختلف. بتقولي جيلنا ما كانش كده، الجيل اللي فات ما كانش كده، الجيل يعني هي نفسها لو سألتيها هتلاقي إنها بتقولك الفن أو الفن المستوى الفني اتغير. أيوة، يبقى المشكلة في الجيل الجديد، الجيل مش الجيل. الوسط الفني. لا، مش أنا بتكلم عن الجيل الجديد، ما بتكلمش على الوسط الفني القديم، بتكلم عن الجيل الجديد. طب إيه الفرق بين الجيل الجديد والجيل القديم؟ مدام لبلبة كانت بتقولك ما كانش فيه خالص الكلام ده، كانوا بيحبوا بعض، وكانوا كنت بتلاقي عبد الحليم وعمر الشريف مع بعض في نفس الفيلم، وشادية وفاتن حمامة، يعني كانوا مختلفين. دلوقتي أنا والنجم الأوحد، وأنا اللي أعمل كل حاجة، وأنا اللي أخرج، وأنا اللي أنتج، وأنا المنتج، وأنا الموت في المونتاج، وأنا أحط مش يعني مش مهم إن نركز في الكلام والحاجات السلبية. مش لازم لا. نسمع الآراء السلبية. بالظبط، صح؟ بالظبط. ومش مهم الظاهر، المهم اللي جوه البني آدم. أنا بتشتم إذا أنا موجود. لا، أنا مش عايزاكي تركزي في الآراء السلبية، دايما تشوفي الإيجابيات. وإنتي عندك مشكلة صحية وبتشتغلي عليها إن شاء الله. مش بإيدك، وإنتي نجمة وجميلة من بره ومن جوه. ربنا يخليك. وأنا عن نفسي سعيدة جدا باللقاء ده، وأنا كمان، وسعيدة إن إنتي كنتي ضيفتي. ربنا يخليك يا سمر. فعلا اللي يتعرف عليكي من قريب يعرف حورية فرغلي قد إيه جميلة وبيضة ونقية. ربنا يخليك بجد. يا حبيبتي، ميرسي قوي قوي يا سمر، نورتيني. ربنا يخليك يا رب. تكوني اتبسطتي معانا جدا جدا جدا، يعني فريق الإعداد وكلهم في كنترول بيقولوا قد إيه كانوا مبسوطين بالحلقة. أنا كمان والله، ميرسي خالص. في أي حاجة تانية حابة تقوليها؟ لا، بقول لك ميرسي إن أنا أول مرة في حياتي أطلع معاكي. أنا سعيدة جدا إن أنا طلعت معاكي. نورتيني. ميرسي يا روحي، ربنا يخليك. استنوني في أنا وأنا جديدة، أشوفكم على خير وتصبحوا على خير.